بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اليوم 30 سبتمبر 2021، الساعة 7:30 صباح. طيب، أنا كالعادة أقوم قبل صلاة الفجر بساعة، ساعة ونص، نعمل دورة حول العالم بالراديو شرقا وغربا، الأخبار والإعلام والرد الفعل تاع السيد رئيس الجمهورية الحالي التونسية السيد قيس سعيد، كيفاش كلف امرأة أو إنسانة، امرأة ولا إنسان، هو الإنسانة معناها يبدأ نظيف اليد ونظيف الفكر، امرأة مثال أول امرأة بالتاريخ التونسي وأنا تترأس حكومة، فهمت؟ أنا كتبت عليها قبل ما يعين، هو كتبتها فيديو في اليوتيوب، قلت نتمنى قبل ما نموت نرى في حياتي مرأة أو إنسانة رئيس حكومة تونسية. شوية ربي سبحانه لبالي الدعوة نتاعك. على كل ما هو عاد مش يكثر، ثم كثر عاد ضربان العود الغناء، فهمت، من عند الإسلام السياسي، فهمت، السلطة ولا إخوان المسلمين، مو كيف كيف، فهمت، كما سيدنا الشيخ نتاعنا، فهمت، اللي الحركة اللي هو كونها تم كونها، هو عنده 50 سنة فيها، ولا هو دكتاتوري على حاله كي هتلر الناس، ويقول عاد ديمقراطية في تونس، هو دكتاتوري أخطر حتى من هتلر الناس، فهمني، تاع ألمانيا اللي كان سبب الحرب العالمية الثانية، والدليل أبنائه من صلبه من كبته شهدوا عليه في الإعلام، فهمني كيفاش، معناها أخطر دكتاتوري، ما نقول المرشد الأعظم هذاك، هو يتخيل اللي هو مرشد أعظم، وزيد معناها فهمتي كب على باس جبهة الشيطان الأكبر القرضاوي اللي المصراوي محكوم عليه بالإعدام مصر، جبهته بالطبيعة، فهمت، أنا ما نحكيش على السلطان العثماني هذاك ما عنديش به دخل، أما نحكي على إنسان، فهمتني، فهو يعبد الله سبحانه وتعالى، يعبد الإنسان كيف، ويعبد بشر مش حتى إنسان، نحي باي ولي شر، فهمت، يمشي كبله على جبهته، فهمتني، يمكن يكون جاء الله سبحانه وتعالى إنسان كيف وما يكبش ليه على جبهته، يمشي كبله على جبهته، ذاك الله أكبر الأعلى خالق الكون من منظومة كوكب الشمس وما بعد منظومة كوكب الشمس، فهمتني، توا على كل. الزعيم بورقيبه في نرجعوا له في بالمريوم وقت الشيطان القذافي وقت الطفل الصغير يشطح، هو سرجان الجيش الليبي وعمل انقلاب على الملك، فهمني، رد روحه كولونيل سهل كولونيل عنده، عاد ما قال له يا ولدي اسمع راهم متقدمين علينا في البحث العلمي، فهمتي، البحث العلمي التكنولوجيا مئات السنين، فهمتي، يعني الوحدة ما تكون شكاك ويلوج على الوحدة، ومو قال هو الشيطان الخذاف كلي جمال عبد الناصر حياه من القبر وعطاه الرسالة، قال خذيت الرسالة تاع جمال عبد الناصر هذاك الشيطان الصغير هذاك، فهمت، مش ما نسميش الشيطان الكبير اللي قال سأجند الجند، مع الجاي يقول لها قال سأجند جزء ملايين من الجنود، هذا في الإعلام يقول فيها رو، وأرمي إسرائيل في البحر، حتى إسرائيل زعما رمتها في البحر، ومشي الولايات المتحدة الأمريكية كوصلوا قناة السويس سريان الاقتصاد وقعد بثم على كل، فهمنا، هي ما نعاودوها مش ديان، قالوا كيفاش ربحت الحرب، قالها نحن نقراو على العرب والعرب ما يقراوش علينا في 6 أيام، أنا خويا الكلمة ذيك خديتها درس عندي أنا، عاد نتبع البرة نقرا على الدول المتقدمة المتحضرة في البحث العلمي التكنولوجي، مش أنا عاش بنقرا على تونس. اللي السيد رئيس الجمهورية فهمت الحالي قيس سعيد عين امرأة رئيس حكومة واللي يغنوا ولا كفر، فهمني، ولا كفر، راه قالوا كيفاش امرأة معناها كفر، هذا مجمع الإسلام السياسي إخوان المسلمين اللي سيدهم معناها فهمتني المرشد الأعظم، فهمتني، رئيس حركة النهضة اللي بس جبهة الله أكبر، بس جبهة الشيطان الأكبر قرضاو، فهمتي، بقطر الله من تسمي روحه والله أكبر الأعلى خالق الكون وخالق الدنيا كل، فهمت،
ما علاش بيسو بعد يبسو وذاك الله اكبر الاعلى، وكان جاء الله اكبر الاعلى ما يبوسوش بالجبهة، باش نوريكم الداء والدمار. ولكن الغريب في الامر وان يمنوا معناها ب 1400 سنه التالي، اش يعملوا به التاريخ تاع اليوم؟ اش يعملوا به التقدم في البحث العلمي؟ فهمت؟ اش يعملوا به؟ ما يعملوا به شيء، فهمت؟ هما ثم التو مازال اللي يتفرج في التلفزه حرام، واللي يستعمل الانترنت حرام، انا متابعينه هو تابعين سيدنا الشيخ تاع الحركه النظر، واللي معناها فهمتي يرسم حرام، يسمع كل شيء عندهم حرام، فوائد التريسم البنوك حرام، اسيرونس دي في معناها على الحياه حرام، باش يعمل اسيرونس على داره حرام، اسمع كل شيء عندهم حرام، فهمت؟ كل شيء عندهم حرام، أكثر شيء، معناها كل شيء عندهم حرام، تو يا خي تو المخابرات الولايات المتحدة الأمريكانية والموساد وتاع أوروبا ما يعرفوهاش الحكاية، ما يعرفوها، منفصلوا الدين على الإسلام، يا أخي هما ما يؤمنوش بالله سبحانه وتعالى، أو أعطيهم الله سبحانه وتعالى، ما يؤمنوا به، لكن فصلوا الدين على الإسلام، فهمت؟ دولة مدنية يا خويا أنت تحب تعبد الدين أنا منك والله أكبر الأعلى. هذيك امور شخصيه هذيك، علاش الكنائس ما فرغت في بريطانيا ما عادش يمشوا لها نهار الاحد، في اوروبا كيف كيف، فهمت؟ اي برا عاد ما قلت لك ما عاد قبل 2012 ياكل بحث، هو لا بحث علمي انا مريض نفسيا يعني نكتب ونبعث على جوجل مابس. المهم قالوا فهمتي اوروبا مش تولي دوله معناها امبراطوريه اسلاميه، قال لك الرؤساء نتاعها مش يولي مسلمين، وتوما ضياف مشاو جواع شبعوهم، مشاو جواع يخدم غير مش معناها، والماني 50 سنة أخرى تولي رئيس نتاعها مسلم والحكومة مسلمة والناس كلها مسلمين، مع هذا تفكيرهم هم، فهمت؟ ياما تو الإنسان، نعطيكم مثلا البنوك، ثم بنوك إسلامية، هاي قالوا لانتريس ما فيهاش انتريس حرام، بنوك إسلامية، ها مش نعطيكم معناها السر، توا واحد باش ياخذ شقة دار. باش ياخذها من البنك عادية فيها انتريس فوايد، مثلا هي سومها الأصلاني 75 مليون، فهمت؟ مليون دينار سومها بالانتريس في البنك، بالانتريس في البنك العادية معناها المتقدمة المتحضرة، نقولوا تتكلف ب 100 مليون، 100 مليون، يمشي البنك الإسلامي كم الزيتونة عندنا، إيش يعمل؟ يمشي المقاول يشري من عنده برطمانات. هو قال لك البيع والشراء عندهم مو محلال، حتى ولو معناها مجحف معناها فهمت، ولو يسرق في الميزان، بيع هذا بالنسبة للإخوان المسلمين والإسلام السياسي السلطوي واش يهمني بيه، فهمت؟ اش يعمل هذا البنك الإسلامي هذا موعدنا زيتونة احنا لهنا، فهمت؟ احنا ما قلنا بنك عادي بالانتريس 75 سوم الأصل تكلفة تاع الدار ياخذها ويزيدها بالانتريس باش يخلصها مثلا على سنين. يزيدها 25 مليون انتريس تولي 100 مليون، معناها ولا سومها 100 مليون بالتسهيلات. البنك الإسلامي هذا اش يعمل؟ يمشي يشري العمارات، فهمت؟ ويشريها كيما نقولوا احنا ب 75 مليون سومها العادي، واش يبيعها؟ يبيعها ب 150 مليون، يعطيه يعمل معها عقد ويخلصها معناها بشوية ب 150 مليون، هذيك ما فيهاش انتريس. شو الغشة وين موجودة؟ باش تعرفوا تو كي يشريه فهمت من البنك العادية بالانتريس 5% انتريس ولا 6% ولا 7% ولا 10%، يشريها هي أصل تكلفه 75 مليون، زيدهم 25 دينار انتريس تاعكار 5% ولا 6% ولا 7%، تتكلف لها ب 100 مليون باش يخلصها على أقساط. يمشي للبنك الإسلامي اللي اسمه كم الزيتون انتان، فهمت؟ تتكلف له ب 150 مليون، فهمت؟ علاش؟ لأنه هو اللي يشري ويبيع، قال لك البيع والشراء معناها حلال، يعني توا راهو شيء معناها فهمتني الناس ماهيش فايقة، ما يرجعوا، أنا ما نعبدش الأشخاص، نعبد كان الله سبحانه وتعالى، ما نعبدش، فهمتني، والرسول صلى الله عليه وسلم إنسان كيف مات في على روحه، أما خلى تاريخ نتاعو، خلى معناها فهمتني أمانة وصلها من الله سبحانه وتعالى، وقت كان حي، ومن بعد مات هو صارت حروب معناها صار قبلية على الزعامة هاي الشيعة هاي ما نعرفش شنو ها ودلز ها ومالكي ها وحنفي ها وفاطمة، هذه كلها ما يهمناش، هذا كله حتى المذاهب بكثرة موجودة في المسيح واليهود، هاي تو هو عين رئيس حكومة، قالوا قبل ضد المرأة،
طبع الاسلام هذا السيد رئيس الجمهوريه الحالي قيس سعيد كيعاين رئيس حكومه امراه، ما هو كذب كذبهم كل. ولا هو كافر؟ انا راني قاعدي وراو نقول في الصدق، راو نسمع انا جماعه الكشته اللي يمشي للجامع نعرف، راو فهمت اللي يتبع في المرشد الاعلى، فهمت هذا يا سيدنا الشيخ اللي ولاده معناها بالمئات هربوا عليه، فهمت ادمغه معناها يمنوا بالبحث العلمي الحديث اللي يجري كالبرق اللي هربوا عليه، فهمت وفضحوه في الاعلام، مش انا فضحته، انا ما فضحته كان ما فضحوه هو دخلني فيها، وانا نتمنى له السعاده وطول العمر ما دام كبر ولا مسن، لكن مش يسلم لك السلطه يهدده، قالوا لي شنو 1 اكتوبر؟ قال لك انا رئيس مجلس النواب مش نعمل جلسه على بعض ونعزل رئيس الدوله، نقول اسم تفكر تفكر صار صدام حسين تفكر، نقول له تفكر البعث نتاعو فاهم، قلعوه من جذوره وجاء حاكم معناه من الولايات المتحده الامريكانيه من اول جديد كون الدوله، فهمت تفكر وقت كانت السنه تحكم العراق تو الشيعه يحكموا في العراق مذهب الشيعي، فهمت وانا بقي شنو اللي يساير فيه، انا كل هي تونس ما تعرفه كانت تصدر في الاسلام مكارم الاخلاق الصدق في القول والاخلاص في العمل لصالح اوطان الشعوب، من بعد ما جات هرب فهمتي زي العابدين بن علي، انا ما نحبوش انا زي العابدين، كان جيت نحبه وانا زي العابدين بن علي، انا خرجت التقاعد في اخر 2009 فهمت، هو 2008 قاعد ينزل فهمتني لاك كما تريانجل في التجيان، هو مواطن عادي على كلمه قلتها فهمتني، ما اقول لك قلت لك لهنا يتباع بسيجار ويبيعوه فهمتني، كلمة قلتها عندي زملاء أحبابي في الاتحاد عام تونسي للشغل كوادر قعدوا بهذي، قلت لهم تونس راي أنا ماني قاعد نعرف كل شيء، قلت لهم تونس عبارة على إيسانس مبزع فيها وتستنى في عرف وقيت، وصار العرف وقيت شعلت تونس الثورة هي ثورة سلمية ولو مات هي ثورة سلمية شبابية، وجات 2012 ولا 2011 بدات هي هي ما أخذوا الحكم جماعة الإخوان المسلمين في تونس، اي برا يتفقدوا تونس شنو اللي صاير فيه، يتفقدوها تو برا شوف حاجه معناها البنيه التحتيه مشيت، الخمج الوسخ المافيات السرقه سرقه مال الشعب المسكين كل شيء عنده، حتى هو بنفسه اللي قاري القران وقال نعرف ربي الله سبحانه ما دام بس جبهه الشيطان الاكبر فهمني، بس معناها الشيطان الاكبر القرضاوي واش مازال فيها مازال واحد يمنو شنو هم عدوه وسي الشيطان الاكبر القرضاوي هذايا اللي حس اللي نصب روحه الله اكبر الاعلى مالك الكون هذا فهمتي، عديته الجزيره او ساعه الجزيره القطريه قناه الجزيره القطريه والله عندها حاجات به كما شاهد على العصر وكما عيطوا له هو هذا سيدنا الشيخ القرضاوي فهمتي، انا نقول له سيدنا انا نقول له سيدنا الشيخ نتمقصد عليه بعد كافر هو كافر بالله سبحانه وتعالى بعد شد بلاصتو، اش يقول في الفتوى؟ يقول اللي يلغم روحه باش يفجر روحه ما يمشيش وحده فهمت، باش وين باش يلغم روحه؟ كيما صاير تو محاكمة تاع فرنسا، نياواش أنا عاملين له قصر بناوها جديد مش يحاكموها، قال لك محاكمة القرن العدلية ما يرهاب محاكمة هذه في فرنسا، ويعرفوها خاطر عندهم نية الاستعمار كانوا مستعمرين. الدول الفقيرة عندهم نية الولايات المتحدة الأمريكية لا فهمت، يعرفوا مش ما يعرفوش، أما ماذا بيهم تونس تخلى وتشعل فيها النار باش يزيدوا يستعمروها هذاك اللي يحبوهم فهمت، كما صار قبل فهمت خزنة دار هرب بالمال، وعندنا وزير المالية هرب بالمال كما خزنة دار فهمت، صار قبل احتلونا عام 1881 أو قالوا حماية وهي استعمار، يا لكل أنا إن شاء الله شنو إي توا أنت خيباش وصلوا الدول المتقدمة إلا ما حروا الفتاة وحروا المرأة حروها ولت حرة فهمتني في حياتها الشخصية، هي بر هاي فتاة مراهقة هي تعدي المراهقة نتاعها في سلام هي حر باش تخالط شاب ولا تبات مع شاب، ها بالنسبة عندنا هنا بالذبح قالك إسلام فهمتي المرأة فهمتني، أنا تشد السلطة كيفاش تحكم بالرجال المسلمين؟ رئيس حكومة كيفاش تحكم بالرجال؟ فهمت؟ المرأة ما عندهاش الحق باش تحكم،
باش نفهمكم الدي والدماره والولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي كل متكون على المخابرات العامه، متكون بس بالمخابرات العامه، يعرفوا كل شيء، فهمت؟ هي توا انت تجي كما رئيس كتله قلب تونس هارب في فرنسا من مال الشعب، فهمتني؟ ويصرح وطلب لجنه من اتحاد البرلمان الدولي ولا شنو في اوروبا ولجنه تحقيق، معناها باش يجوا لتونس، معناها يتعدوا على السياده التونسيه، يتعدوا على السياده. ها توا سمعت انت طالب تدخل عسكري خلاص تاع الدول الاستعماريه، فهمتي؟ بعد الدول الاستعماريه في اوروبا. يا ولادي اسمع، رانا ما اسمع، ما دام عندنا كل شيء حرام وهو حلال، حتى كي يقرا القران يلقاه حلال، عندنا كل شيء حرام، فهمتني؟ رانا ديما التوالي، ديما ماشيين التالي، ماناش متقدمين، ماناش باش ننجحوا، فهمتي؟ كي جاء السيد رئيس الدولة الحالي قيس سعيد، فهمتني؟ اللي هو نظيف الفكر، اللي تخلق من الصغرى، خلقات أمه من الصغرى، متكون بالعائلة، وصادق في قواله، فهمتني؟ عنده شعار والصدق في القول والإخلاص في العمل، فهمتني؟ لصالح سلامة الوطن. معناها ولا معناها الناس كلها تتدخل فيه، أوروبا تتدخل فيه، أمريكا شوية، الولايات المتحدة أمريكا شوية، غير دخلوا فينا نحن كتوانسة، علاش دخلوا فينا؟ حربناكم احنا، بعثناكم الإرهاب احنا، تما فهمتي الإسلام السياسي في تونس، كي شد الحكم بعث لكم الإرهاب، احنا بعثناكم الإرهاب قبل وقت الزعيم بورقيبة، بعثناكم السلامة، بعثناكم السلام، وبعثناكم مكارم الأخلاق. فهمت شنو مكارم الاخلاق؟ ما تعدوا ما ندخلوش في الدول الغير، ترجعوا الخطاب الزعيم بورقيبه في بالماريوم قدام الشيطان القذافي، ترجعوا قراوه، وكانهم رجال يعدوه في التلفزه الوطنيه، كانهم رجال يعدوه في التلفزه الوطنيه، راهو حرام عليكم يا الدول الاستعماريه تاع اوروبا، وخاصه نقول البيت الابيض اللي معناها ضد الاستعمار، فهمتني؟ ضد الاستعمار، لازم يستعرف بالحقيقه، احنا لا عندنا معامل تصنع، فهمتني؟ قنابل نوويه، لا عندنا مع محطات نوويه الكهرباء، ما عندنا شيء، عندنا طرف فلاحه، حتى كان عندنا وتله توريست جاء المرض الوبائي هذا، قلت عليها انا قبل، فهمتني؟ المرض الوبائي، ها هم انا بنتي التوريست سكرت الوتله الكل، عليها راهو ظلم، راهو ثم الله سبحانه وتعالى، لازم تمنوا به، وكاله النازه تعرف الشيء هذا، طلعت للسماء فوق. فهمت ما بعد منظومة كوكب الشمس وتعرف الحقيقة هذه، فهمت؟ لكن الله سبحانه وتعالى قوة خارقة، فهمتني؟ مجهولة، نور على خاطرية، هو نور، هو أصل العلم، هو الله سبحانه وتعالى بحث العلم المعاصر، هو بنفسه، هو بحث العلم المعاصر، ولازم تكسر في كلامي، خلنا نسمع علي الرياحي، هاي أحسن، فهمت؟ Thank you.
فكرش ما تفكرش يكفي ما تبكيش علي ورجع لفراحك وعود ما تفكرش ما تفكرش فرحة قلبي يسعد فيه ما تفكرش ما تفكرش يسعدني بفراحك جود ما تفكرش ما تفكرش فرحة قلبي يسعد فيه ما تفكرش ما تفكرش يسعدني بفراحك جود ما تفكرش ما تفكرش المستقبل راهو لينا المستقبل راهو لينا قول ان شاء الله زينة 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 ان شاء الله زينة 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 ان شاء الله زينة قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح متفكرش متفكرش أعطف على حزنك يزيك على الشك وعلى جنوح متفكرش متفكرش كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح متفكرش متفكرش أعطف على حزنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح متفكرش متفكرش مادام حبي مخلص ليك متفكرش متفكرش حبك حب الروح للروح متفكرش متفكرش مادام حبي مخلص ليك متفكرش متفكرش حبك حب الروح للروح متفكرش مش ممكن الهم يجينا قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش ممكن الهم يجينا قول ان شاء الله زينة 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 ان شاء الله نسعد بدنيا ونتهنى متفكرش متفكرش فكر يا روحي في قلبي زول الهم وابعد عنا متفكرش متفكرش خفف يا آلامك بحبي نسعد بدنيا ونتهنى متفكرش متفكرش فكر يا روحي في قلبي زول الهم وابعد عنا متفكرش متفكرش نتمناك يستبدى بجان متفكرش متفكرش نثبت زال الدنيا جنة متفكرش متفكرش نتمناك يستبدى بجان متفكرش متفكرش نثبت زال الدنيا جنة متفكرش متفكرش وابواب هتتفتح لينا تفتح لينا قول ان شاء الله زينة 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 ان شاء الله زينة زينة
شاء الله فينا فينا قول ان شاء الله.